هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام، انطلاقاتنا متواصلة وتحيتنا مستمرة. مشاهدينا متابعينا الكرام، حمد بن سالم بن كلثم الخيلي، وهنيا ايضا على فوز بن شلبود مع الشامخة، وهناك ايضا تهنئة من سعيد بن عبد الله بن مناخ الخيلي، وهني هناك ايضا سالم بن يمعة المنصوري. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام، متابعي انطلاقاتنا، متابعي تحدياتنا الجميلة والمثيرة والمميزة في هذا الميدان، ميدان الخزنة. هناك أيضا لسباقات الهجن على عربية الأصيلة، هنا أيضا ينطلق شوط جديد، شوط مميز. هناك أيضا وناخذ الإذن، هناك أيضا من أصحاب الإذن أن أحيل الميكروفون هناك أيضا إلى الزميل سالم بن محمد بن سالم علوهيبي، هناك أيضا للمتابعة الشيقة هناك أيضا هنا في هذا المسار وفي هذا التحدي الجميل والانطلاقات المميزة هناك أيضا. فتفضل الميكروفون، مشكور يا أبو غنيم. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وعلى اسمه الانطلاقة، بسم الله نبدأ ومنه دوما وأبدا نطلب التوفيق والسداد والنجاح. نحييكم متابعينا الكرام، مستمعينا الأفاضل، بأجمل تحية صباحية من هنا من هذا الموقع الرياضي من ميدان الخزنة، حيث التقينا في صباح هذا اليوم مع سن الحول والزمول لمسافة 5 كيلومترات. انطلق شوطنا السادس في جميع الأشواط، وشوطنا الأول للزمول محليات الأصايل. على العموم نسير مع المقدمة مع الصدارة مع المركز الأول، نجد ظاري لحمد بن خليفة بن حمد آل خيالي المحتل مع المركز الأول، يا سلام، المتسيطر مع الصدارة مع المقدمة مع المركز الأول، يا سلام، ثاني المراكز وثاني الانطلاقات. نشوف من ثاني المراكز ونجد مع ثاني المراكز هملول لمبارك بن علي بن سيف الشامسي يتقدم مع المركز الثاني، ثالث المراكز لبريز سالم بن جمعة بن عامر بن تريس المنصوري، يا سلام، رابع المراكز نجد شاهين حمد بن خليفة بن حمد آل خيالي المتسيطر مع المركز الرابع، يا سلام، خامس المراكز نجد عرقان أحمد بن غانم بن علي المنصوري يتقدم مع المركز الخامس، سعار ومحمد غادم مع المركز السابع، نجد عاني لمحمد بن عبيد بن عفصان المنصوري الغادم بو محمد مع سادس المراكز، خزعنا لسالم بن عامر بن تريس المنصوري الغادم مع المركز الثامن، تاسع المراكز وتاسع التحديات. نجد عنود محمد بن عوض من اخويتم العامري يتقدم مع المركز التاسع، عاشر المراكز نجد مصيحان لأحمد بن غانم بن علي المنصوري، نعود إلى المقدمة إلى الصدارة إلى المركز الأول، هكذا ندائنا للمراكز العشر الأوائل، نعود إلى الصدارة إلى المقدمة إلى المركز الأول، يا سلام يا سلام يا سلام، خلاص راح ضاري لحمد بن خليفة بن حمد الخيالي بالعور غادم مع الصدارة مع المقدمة مع المركز الأول، يا سلام، دافع من بداية الشوط، راح مع المقدمة مع الصدارة مع المركز الأول، ثاني المراكز نجد شاهين لحمد بن خليفة بن حمد الخيالي المتسيطر مع المركز الأول والمركز الثاني، سلام يا أبو حمد سلام، ثالث المراكز نشوف القدوم والوصول من هملول المبارك بن علي بن سيف الشامسي، يا سلام، ثالث المراكز ونشوف الغادم البريز سالم بن جمعة بن عامر بن تريس المنصوري مع المركز الرابع، يا سلام، خلاص خلاص يبدو أن راح الشوط مع
لحمد بن خليفة بن حمد الأخيلي أبو حمد غادم مع الصدارة مع المقدمة مع المركز الأول. يا سلام، راح للناموس. الله الله الله، الناموس وين؟ خلاص راح حمد بن خليفة بن حمد بالعور الأخيلي يتقدم مع المقدمة مع الصدارة. وين الناموس؟ وين الانتصار؟ الزمول المحليات، صوتنا الثالث يذهب لمن؟ خلاص راح بالعور الأخيلي، راح مع المقدمة مع المركز الأول والثاني. يا سلام، ثالث التحديات وثالث المراكز حملول المبارك بن علي بن سيف الشامسي القادم مع المركز الثالث. رابع المراكز الإبريز سالم بن جمعة بن عامر بن تريسر المنصوري من غادم مع المركز الرابع. يا سلام، ولكن نشوف القدوم والوصول من السعارات القادمة من السيطرة الولاني. يا سلام، نجد خزعنا لسالم بن جمعة بن عامر متريس المنصوري. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، راعي مسيان اللي حاصل على نقطة في هذا الصباح الجميل. يا سلام يا سلام، قادمة الزمول قادمة، وصلوا الجماعة في هذا المسار الجميل. يا سلام يا سلام يا سلام، الناموس إلى أين قادم من تريس، ولكن راح بالعور. حركوهن. يا سلام، ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الدفع التلقائي. يا سلام يا سلام يا سلام، خلاص كيلو ونص مع الامتار الاخير. يا سلام، خلاص راح بالعور بلا اي اوامر ولا شبه اوامر مع المقدمه مع صداره مع المركز الاول، ولكن قادم خزعنا لسالم بن جمعة بن عامر بن تريس المنصوري قادم مع المركز الثاني. يا سلام، خلاص راح مع المقدمه مع الصداره ابو حمد. يا سلام يا سلام على هذا الدفع التلقائي بلا اي اوامر ولا شبه اوامر. يا سلام، كيلو 200 الأخيرة. يا سلام يا سلام، الناموس وين؟ الانتصار وين؟ الجماعة قادمون. يا سلام، قادم خزعنا لسالم بن جمعة بن عامر بن تريس المنصوري مع المركز الثاني. يا سلام، الناموس وين؟ روح يا أبو حمد، روح مع المقدمة مع صدارة. الجماعة واصلون خزعنا. يا سلام، سالم بن جمعة بن عامر بن تريس المنصوري. يا سلام، ولكن قادمين الجماعة عناد لمحمد بن عوض بن خويتم العامري، هذا أول نداء لعناد. يا سلام يا سلام، ولكن الطويل لمحمد بن سعيد بن خليفة الأخير القادم مع المركز الثالث. الناموس وين؟ الجماعة قادمون. يا سلام يا سلام يا سلام، الصراحة الغاي بسم الله ما شاء الله، ولكن راح الطويل لمحمد بن سعيد بن خليفة الأخير القادم مع المركز الأول، ولكن نشوف الصراع مع عناد محمد بن عوض بن خويتم العامري. خلاص يبدو أنه أقرب للناموس. سلام يا الطويل، سلام لمحمد بن سعيد بن خليفة. روح أبو جاسم مع المقدم، ولكن نشوف القادم مع المركز الثالث قعرقان أحمد بن غانم بن علي بن منصوري قادم مع المركز الثاني. الناموس وين؟ الانتصار وين؟ الشوط حاير ومحيرني يا جماعة. الطويل راح، يبدو أنه أقرب للناموس. الانتصار وين؟ الناموس وين؟ ثلاث المراكز الأولى مع هدير الزمول بسم الله ما شاء الله. يبدو أن عرقان أحمد بن غانم بن علي المنصوري هو أقرب للناموس. سلام يا عرقان أحمد بن غانم بن علي المنصوري مع المقدمة مع الصدارة مع المركز الأول. يا سلام، خلاص تهانينا والناموس لراعي عرقان احمد بن غانم، يتابع سالم بن جمعة من الجانب الليمن وترياك بطي غانم. يا سلام، المركز الثاني نجد عناد لحمد بن عوض بن خيتم العامري. ثالث المراكز نجد الابريز سالم بن جمعة بن عامر بتريس المنصوري. رابع المراكز نجد جزعنة لسالم بن جمعة بن عامر الناموس، والناموس تهانينا الناموس لعرقان. اوه، مستوي زماط في الشوط هذا، مستوي زماط والله ما دريت به. هنا ايضا اعطيه الورقه، وين ورقته؟ اعطوه ورقته. مستوي زماط مستوي يا ابو محمد، يا لي مستوي زماط، تشرين العرب ولا والله درينا بالشيء. سالم بن معه مرسل الله بطيء ترياه
عذرا مستوي زماط، لكن سالم بن عمر ماخذ اليوم قسم وافي عن 10 اشواط مسيان اليوم، اليوم مسيان عن 10 اشواط وعندك بطيب غانم لعب ويضا ماخذ شوط اليوم، كل واحد ماخذ شوط منهم، واللي بيسير على خويه بيكسب الحسنه.